عبر الهاتف من أبو ظبي أستاذ حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد. أرحب بك أستاذ حمد معنا. يا مرحبا فيكم. في البداية أستاذ حمد، بعد التحية، كيف ترى هذه الزيارة وأهمية هذه الزيارة بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة من وجهة نظرك؟ طبعا هذه الزيارة تأتي من سلسلة الزيارات المهمة والتاريخية التي توثق العلاقات بين البلدين مزيدا وأكثر وأكثر. ولو يعني لاحظنا أنه منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني رئاسة الجمهورية، تأتي هذه الزيارة السابعة لدولة الإمارات، وهي من أكثر الدول يعني التي زارها الرئيس خلال الفترة الماضية. هي المرة السابعة منذ عام 2014. صحيح. وأيضا حتى من الجانب من القيادة الإماراتية زيادة الزيارات إلى مصر تؤكد العمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة والتي وصفها قادة الدولتين في وقت أنها علاقة أخوية تتجاوز أي مصالح. هذه العلاقة تتركز على عدة محاور، أهمها الاقتصادية والعلاقة ومكافحة الإرهاب والوقوف ضد التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية. أيضا هناك علاقات ثقافية وإعلامية وفنية تتميز بإعادة تدريب الكوادر، وأيضا علاقات رياضية، وأيضا علاقات على مستوى المؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين. هناك أيضا تطابق شبه تام في كامل المواقف بين البلدين وتنسيق على أعلى المستويات الاجتماعات والمنظمات الدولية في الأزمات، سواء كانت في اليمن أو ليبيا أو حتى سوريا والعراق وغيرها من الدول في الإقليم. الإمارات ومصر يعني رسخت مكانة كأطراف فاعلة ومؤثرة في القضايا الإقليمية، ودورها الإيجابي في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. نعم أستاذ. وهناك أيضا تفضل. هناك أيضا يعني تأتي هذه الزيارة كأهمية كأهمية خاصة لها، خاصة أن هناك أسست هذه الزيارة أسست على منصة استثمارية مشتركة بين البلدين بقيمة أكثر من 20 مليار دولار. هذه المنصة، لكن أستاذ حمد يعني عفوا على المقاطعة، يعني قبل الذهاب لهذه المنصة الاستثمارية، يعني كنا نتحدث أن السنوات الماضية شهدت تنسيق كبير وواضح ما بين دولة الإمارات وبين دولة مصر، يعني في العديد من القضايا العربية مثل قضية ليبيا واليمن والقضية الفلسطينية وأيضا ما يحدث الآن في العراق وفي لبنان. برأيك كيف تسهم هذه الزيارة في يعني حلحلة الأوضاع أو تهدئة الأوضاع في العديد من القضايا العربية؟ بلا شك أن الموقف كل من الدولتين متشابه ومتطابق في تحقيق الاستقرار والسلام لكل الدول في المنطقة والإقليم بشكل عام. هذه يعني التطابق في الرؤى والاتفاق في المواقف في ضمن الاجتماعات الدولية يدل على عمق هذه العلاقة واتفاق قيادة البلدين، اتفاق شعبي البلدين على أن الاستقرار والسلام ونشر التسامح ومكافحة الإرهاب هي من الأولويات القصوى لدى كل من البلدين. البلدين يعني بوجهة نظرهم تجاوزوا هذه المرحلة إلى مرحلة في المستقبل، وهم يفكرون الآن في المستقبل. أعتقد هذه الزيارة سوف تضع يعني من خلال هذه المنصة الاستثمارية والتي كانت ترند على مستوى كافة وسائل الإعلام العالمية أنها ستشكل هي نقطة انطلاق نحو المستقبل، تحقق المزيد من التنمية والرفاه لكل من شعب مصر العظيم وشعب دولة الإمارات من خلال يعني منصة استثمارية قيمتها أكثر من 20 مليار دولار. هناك الكثير من يعني القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها، أبرزها الصناعات التحويلية والتقليدية والتكنولوجيا والأقضية والرعاية الصحية والخدمات المالية والبنى التحتية وغيرها من هذه الأشياء التي يعني تمس بشكل مباشر الإنسان في كل من هذه الدولتين، والتي ستنعكس بلا شك على
يعني الدولتين. نعم. المنطقة بشكل عام. نعم. يعني هناك أيضا بالحديث أستاذ حمد عن هذه المنصة الاستثمارية الاستراتيجية التي بقيمة 20 مليار دولار، كيف ستؤثر على الدولتين وعلى تحسين الاقتصاد في دولة مصر وفي دولة الإمارات، وكيف ستضاعف من يعني استثمارات الإمارات في دولة مصر؟ صحيح، هناك بلا شك إذا كانت هذه الاستثمارات في يعني تختص في قطاعات مباشرة كصناعات تحويلية كأغذية كرعاية صحية، بلا شك أن كطاقة تقليدية ومتجددة، بلا شك أن ذلك سيكون له مباشر وأثر مباشر على الشعب بشكل مباشر، سواء كان في الإمارات أو حتى في مصر. هذه الاستثمارات سوف توفر العديد من فرص العمل، سوف تكون يعني سوف تضخ المزيد من الاستثمارات في الأسواق، الأمر الذي سيساهم في رفع اقتصاد البلدين، وسيكون يخلق سوق قوي ومشترك بين كل من البلدين. نعم، يعني كيف من وجهة نظرك تهدف يعني هذه الشراكة يعني لتأسيس مشاريع استثمارية تخدم العديد من المجالات مثل يعني الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والتكنولوجيا، كيف يمكن أن تسهم في مساعدة هذه القطاعات؟ بلا شك أن هناك يعني بنى تحتية قوية في كل من البلدين، سواء كان في مصر بشعبها العظيم أو حتى في دولة الإمارات، من خلال وجود يعني ابتكارات ووجود دراسات وأبحاث لإقامة مشاريع، سواء كانت تكنولوجية أو على سبيل المثال تطوير أو استثمار في قطاع الطاقة، سواء كانت المتجددة أو الطاقة التقليدية. وأيضا بالنسبة للصناعات، فإذا كان هناك استثمار بهذا الحجم في صناعات تحويلية، سوف تكون هناك العديد من المصانع الجديدة التي ستنعكس بالإيجاب على وجود وفتح خلق فرص عمل جديدة وخلق أسواق جديدة، وبالتالي تكون المستفيد الأول هو الإنسان المصري، الإنسان الإماراتي من هذه الاستثمارات. أستاذ حمد، يعني هناك العديد من الاستثمارات ما بين الدولتين، هناك استثمارات إماراتية في مصر بلغت يعني منذ العام الماضي أكثر أو حوالي أكثر من 7 مليارات دولار، وهناك تبادل تجاري ما بين الدولتين بلغ أكثر حوالي برضو من 3 مليارات دولار، كيف تقيم هذا النوع من الاستثمار وهذا المبلغ في التبادل التجاري ما بين الدولتين؟ نعم، هذا الموضوع طبيعي، خاصة أننا يعني في الإمارات يعني هناك وصية من الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه بشعب مصر وبجمهورية مصر العربية بشكل خاص، ويأتي من بعده أبنائه الذين ساروا على نفس النهج ونفس الاهتمام بهذا الشعب العظيم، لنكون دائما يد واحدة ضد كل المخاطر التي تحدق بالمنطقة أو تحدق بالبلدين. صحيح، هناك مشروعات استثمارية في السوق المصري مثل ما تفضلتي بلغ حجم أكثر من 7 مليار دولار. نعم. وأيضا عدد الشركات الإماراتية أكثر من 1000 تقريبا 1200 شركة تقريبا تعمل في مجالات عدة. نعم. في مصر حاليا. هذا الحجم وهذا لأن جمهورية مصر العربية هي بلدنا الثاني، هي أرض خصبة في مجال الاستثمار، وهي قادرة على أن يعني الاستثمار فيها راح يكون في المكان الصحيح، وأيضا هناك سوق كبير، وأيضا هناك يعني اهتمام مباشر بنية بالوقوف بجانب مصر. نعم. في كافة الظروف وكافة الأوقات. يعني أخيرا أستاذ حمد، كيف يمكن لمصر أن تستفيد من التجارب الإماراتية فيما يتعلق بالحكومة الذكية ومن أيضا الاستثمارات؟ نعم، هي الخدمات الذكية أو بلا شك سوف تعمل على التسهيل بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية. هناك تجارب وخبرات سوف يتم التبادل فيها بين كل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وسوف يتم الاستثمار في تلك الخبرات المتبادلة. ذلك سيعود بالنفع على البلدين من خلال التسهيل في التعامل، من خلال سرعة التعامل، ومن خلال أيضا يعني الوصول إلى الأسواق والوصول إلى الكثافة السكانية بطريقة ذكية ومختصرة في الوقت والجهد وجودة المنتج.
نعم وضحت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا المزيد عن العلاقات المصرية الإماراتية التي تتميز بأ